حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني خالص خالص خالص، بقالنا اسبوع ما نزلناش حاجه. ازيكم يا حبايب؟ كل سنه طيبين يا حبايب. بصوا بقى، النهارده انا هقلي ذره، هشوي ذره، هشوي ذره، وهتفرجوا معايا بقى شوف هنعمل في ايه وهناكل ازاي. هنموت هموت اكل. بصوا يا حبايبي، اولع بقى، بس يا رب نفلح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حطب ده انا سرقاه. بص يا حبيبي، بقول اللي سامعني، الحطب ده انا سرقاه. بتضحك عليا؟ والله العظيم سرقاه من عند اخويا. هو لو يشوف الفيديو هو يضحك عليا. ظهر يا جماعه، تفتح هينجح، تفتح هيفلح. شوف الولع عامله ازاي، هنفلح ان شاء الله ان شاء الله، بشرة خير. بس يا جماعة، انا بدي ابارك لكل البنات والشبان اللي نجحوا في الثانوية العامة. الف مبروك يا حبايب، الف الف مبروك. يا رب تخشوا اعلى كليات كلكم يا حبايب. الثانوية العامة دي كانت سنة سنة، كانت تاريخها، يعني تاريخها عندنا تاريخها، يعني الحمد لله يا رب. كانت احلى سنة في حياتي، كانت احلى سنة في حياتي، تالتة ثانوي دي. بس يا بنتي كانت صعبة، يا بنتي كانت صعبة خالص، بس كانت احلى سنة والله. النتيجة بتاعتها، يا النتيجة بتاعت سماح بنتي يوم الثانوية العامة، احنا كنا مستنيينها، كانت في رمضان، وعمالين نعيط وخايفين وهي عمالة تفطر. يا بنتي انت ما انتيش خايفة؟ لا يا مش خايفة، اقعدوا كلوا وكملوا اكلكم. يا بنتي كل زمايلي ما كانش لسه عندنا نت يا جماعة، وكنا خايفين. طب هنجيبها ازاي؟ طب هنعمل كل زمايلي جابوها قبل الفطار، واتضح انا عرفت بعدها بسنتين وانا في ثانيه جامعه اصلا انها كانت طالعه قبل الفطار، واحنا والاذان لسه بيأذن كده، وانا جبتها. ايه جبتها؟ بعد التراويح؟ لا جبتها بعد الفطار على طول، يعني بعد الفطار بساعه. بعد الفطار بساعه. مرات عمي ربنا يشفيها يا رب ويعافيها، متصله عليا: يا سماح مبروك، يا سماح مبروك لسماح، سماح جابت 81%. يا اختي واحد وكام؟ 81 يا حاجه. قالت له: اللهم صل على النبي. زغرت زغرت، ده انا هنشل. 81 يا حاجه، يودوها فين دول؟ قالت له: 81. قالت لا، قالت لي: لا يا ماما دي مش نتيجتي. قلت لها: مش نتيجتي، مش انا ديت يا ماما. راح وخلاص بقى، هما مصدقين بقى ان هم، يعني هي دي خلاص بقى دي النتيجه وكده. ايوه رقم جلوسها ومش عارف ايه وكده كده. لا هينشل هينشل، ولا هتجيله جلطه هتجيله جلطه. والله العظيم تتزه بقول لكم كده. انا كنت ادبي يا جماعه مش علمي، ادبي. بصيت لها لا، بس بابا ساعتها الله يرحمه الاستاذ عبد الناصر، الله يرحمه الله يرحمه. لا الله بس يرحمه. انا يا جماعه ابويا ساعتها قال لي ايه يا ماما؟ قال لي: ما تزعليش، عسل نتيجه، ما تزعليش نفسك ومش عارفه ايه. عشان بقى انا ابتديت اعيط، يعني اقول مش بتاعتي وكده، ابتديت اعيط بقى. ابتدينا معاي كلنا عيطنا. لا بس من عاد ابويا قال لي ايه يعني؟ ده انت في داخله ادبي وان شاء الله هتلحقي كليه كويسه ومش عارفه ايه، وما تزعليش نفسك، وقعد يقول لي الكلام دوت. بس هو من جواه زعلان، باين عليه اصلا ان هو زعلان، بس مش عايز يبين كده قدامي. وبعدين يا ماما ايه اللي حصل؟ بس انا قلنا الاستاذ عبد الناصر المدير بتاعي الله يرحمه، الله يرحمه، الف رحمه تروح، كان بيقول لبابا: هات ابعت رقم الجلوس بتاع بنتك عشان ابنها هيجيبه لها. راح مديله الرقم الجلوس في ثانيه، في ثانيه يا جماعه. راح متصل علينا في ثانيه واحده: يا جماعه الف مبروك لبنتكم، جابت 91.8. وما زلت برضه بعيط وزعلان. ما مش ما كانتش بتعيط في ال 81، عيطت اكتر في ال 91. ايه يا بنت الحمد لله، يا بنت الحمد لله، يا بنت ده نعمه كده الحمد لله. دي مش درجتي، وانا هروح اراجع. اباها لا بصي، انا كفايه عليا السنه، انا براجعش. كان الحمد لله ان انت جبتي كانت كده. كانت كنت فاكره ان ثالثه ثانوي دي يعني هي بعبع وصعب ومش عارفه ايه وكده. لقيتها انها سنه تافهه جدا والله، بالنسبه لكتاب واحد بس في الجامعه، يعني بالنسبه لكتاب واحد بس في الجامعه، السنه ثالثه سنه، ودي اتفه سنه. يا جماعه، وبعدين وهتخشوا كليات حلوه ان شاء الله. ففي الاخر بقى دخلت كليه ايه؟ دخلت كليه تربيه. في الاخر الحمد لله. هي دي الكليه، دي الكليه اللي انا كنت عايزاها، هي دي اللي كانت عاوزاها من زمان، اولى ابتدائي. هي عاوزه تبقى مدرسه. اضربها على الشارع عشان الولع صيف يتهيأ، عشان احط عليها. مش كنت يا ماما بتشوي الذره ده على الفحم؟ كان على الفحم الاول. تجيبها يعني البتاع ده من عند خالي؟ ما عندناش فحم يا سماح، فحم خلص، على مبروك يبدا يجيب لنا. فيا جماعه بقى، بالنسبه للطلبه يعني اللي جايبين مجاميع قليله
خاصة في القسم الأدبي يعني. يعني أنا شايفة السنة دي يعني القسم القسم الأدبي نازل خالص، جايب مجاميع وحشة قوي. يعني إيه 60 ومش عارفة حاجة و50 و65، الحاجات دي يعني قليل، المجاميع دي قليلة جدا. فيا رب بقى التنسيق يطلع في صفكم يعني، وان شاء الله باذن الله تدخلوا كليه كويسه. ربنا يسعدهم يا بنت. فايا كان بقى المجموع اللي انت جبتيه او المجموع اللي انت جبته، دي مش اخر الدنيا. سنه وعدت ومرحله وعدت، دي مش اخر الدنيا. كنت حاطط مثلا الادب دوت يعني هنا كده تدخل تربيه مثلا، يعني كنت حاطط مثلا انت عايز تدخل تربيه، عايز تدخل مش عارفه ايه، ما حصلش نصيب ودخلت اداب، دخلت تجاره. احمد ربنا. فانت بقى ايه، فانت او انت شد حيلكم في الكليه كده، وان شاء الله باذن الله ذاكروا وهاتوا تقدير كويس. يعني هاتوا تقدير كويس ان شاء الله باذن الله، يخشوا اداب يبقوا فيها حاجه ان شاء الله، ويطلعوا دكاتره ان شاء الله، ربنا وحده اللي يعلم، وجايز مستقبلهم كله يبقى فيه. فبالنسبه بقى لوهدت كمان للابهات والامهات يعني ما يزعلوش ولاد. يعني انا قلت لكم لما كنت جايبه 81% في الاول، ويعني انا كانت اختي واختي زعلانين، وانت اختي قالت لي ايه والمذاكره اللي كنت بتذاكريها ومش عارفه ايه صدمتينا، واسكتوا عشان انا بذاكر، واسكتوا مش عارفه عشان انا بعمل ايه، وفي الاخر تجيب المجموع دوت. دي اختي قالت لي كده، اول اكتر واحد كان معايا وقعد يقول لي يعني وبراحتك ومش عارفه ايه، وان شاء الله باذن الله انت هتجيبي ان شاء الله التنسيق يطلع في صفك وهتجيبي كليه كويسه، هو بابا. بس انا بصيت له حسيت ان هو زعلان، يعني انا بصيت له كده حسيت ان هو زعلان. وبرده بعدين بصوا يا جماعه، بصوا النصيب، هو لو كان جات لي في الاول اللي جاب لي النتيجه دي جابتها لي 91.8 زي ما انا كنت جايباها، كانت زعلت موت اكتر، كنت هموت. يعني انا كنت هموت. فاحنا الحمد لله جت الاول عشان ارضى، جت الاول 81، جت الاول 81 وبعد كده جت لي 91.8 عشان احمد ربنا. وعلى فكره مشان لوحدي، لما رحت اتعرفت على زمايلي هناك في الجامعه وكده كلهم كده، بس هم بقى العكس، جات لهم الكبيره في الاول وفي الاخر قلت. زي يعني في ثالثه اعدادي لقيت 3 4 كده، لقيت 3 4 بيقولوا لي لا يا سماح، ده احنا كنا 92 كنا 93، وبصينا لقينا نفسنا داخلين 90 91، لقينا نفسنا قلين. فكل ما اكلم واحده او اتعرف على واحده وكده الاقي العكس. بس الحمد لله رحت الجامعه وكليه جميله، الرضا يا جماعه. وكل اللي معايا هناك كانوا يعني القسم بتاعي كلهم كانوا شاطرين، كانوا كلهم، ما كانش في حد جايب اقل من 90، كنا جايبين فوق ال 90 والحمد لله يعني. فاهم حاجه، انت او انت ما تزعليش نفسك، هي مش اخر الدنيا يعني، ما تعرفيش ربنا هيكرمك في ايه تاني في حياتك. والاب والام بلاش تزعلوا ولادكم وتنكدوا عليها، اللي مخاصم ابنه يكلمه، اللي مخاصم بنته يكلمها. حد يا سماح، ده ما انت شايفه البنات بتقولك ان احنا ابهاتنا وامهاتنا محسسنا ان احنا طالعين الاوائل اللي جايبين 60 و50 والحاجات دي. زعل حد؟ لا بس في برضه في ناس مزعله اولادها. على اولادها يا بنت اسكت، وبعدين الحمد لله الناس ترضى بنصيبها. بص يا حبايبي، ما تاخدوش اي حاجه على اعصابك، انت ما تعرفيش ربنا كاتب لك ايه، سواء في ثالثه ثانوي، في جامعه، هنا هنا ربنا معاكم كلكم يا حبايبي، ربنا معاكم كلكم يا حبايبي، يسعد البنات كلها ويسعد الجدعان يا رب، يوفقكم كلكم يا حبايبي. على بقى كل دور معايا لسه، شوف الدور، ما تخلوش اسود قوي كده يا ماما. لا ده جميل يا سماح، ده جميل. الهجوم يبتدي، انا هبدا اخد. بس يتاكل يا اختي ان شاء الله يتاكل. على فكره انا بصور. مش هقصها والله من الفيديو، طعمه حلو قوي. جميل. شو كنت النبله تدوقي كده؟ دوت اللي معاكي؟ دوقي وانا ادوق؟ دوقي اللي معايا؟ بس انا مش عايزه اطلع. بصي كده. ميو بس دي ناشف. جميل. ده ناشف ياما قوي. هدي بتاعي. استنى بتقول لك ايه؟ هدي بتاعي يلا. كلهم طعم حلو. والله بصور. يلا بقى يا حبايبي عشان الفيديو ما يطولش عليكم اكتر من كده، يا رب يكون خف ولطف عليكم كده يا حبايبي وعلى قلبكم. بصوا بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي. على السلامه.